بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي السيدات والسادة مشاهدي قناة النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صالة نادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية يشرفني ويسعدني أن أكون معكم أنا معلقكم سيد صابر لنقل المباراة الثانية في الدور قبل النهائي لدور المرتبط لكرة السلة موسم 2021 بين فريقي النادي الأهلي ونادي سبورتينج الإسكندرية. المباراة والتأهل حسم للنادي الأهلي، وذلك لأن النادي الأهلي كسب بالمباراتين المرتبط تحت 16 سنة، وكسب المباراة الأولى في بين فريقين الرجال، فنتيجة دلوقتي 3-0 لصالح النادي الأهلي. فمباراة اليوم هتلعب بهدوء لأن نتيجتها لن تؤثر على أي شيء، النادي الأهلي كده كده مؤهل. الطرف الثاني إن شاء الله هيكون في المباراة النهائية هيبقى نادي الاتحاد السكندري، والمباراتين النهائيتين هيقاموا يوم الأحد ويوم الثلاثاء القادمين بإذن الله، مع كل التمنيات بالتوفيق للنادي الأهلي. يدخل المرحلة دي النادي الأهلي في فريق الرجال وهو يمر بموقف صعب، حيث أنه خرج منه قبل هذه المباراة كل من إيهاب أمين وعمرو الجندي وعبد الفضيل، وهم ثلاث دعائم قوية جدا للفريق لإصابتهم بفيروس كورونا. أرجو من الله أن يتم شفائهم عاجلا ويرجعوا بسرعة للملاعب ليفيدوا فرقتهم. موقف صعب اتحط فيه الكابتن أشرف توفيق، لأن احنا بنتكلم عن عمرو الجندي وعن إيهاب أمين، طبعا دول اتنين لعيبة من أهم لعيبة في مصر. صفقتين النادي الأهلي حصل عليهم، إيهاب أمين حصل النادي الأهلي على خدماته الموسم الماضي، أما هذا الموسم فكان عمرو الجندي حصل على خدماته من نادي الجزيرة في صفقة من عرس الثقيل هو وعمر طارق. بكل الدعم الذي بيقدمه مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب للفرق الجماعية غير كرة القدم للحصول على كل البطولات، لكن للأسف تعرض عمرو الجندي وإيهاب أمين والكابتن عبد الفضيل للإصابة بالفيروس فخرجوا من تشكيلة الفريق. وكابتن أشرف توفيق بجهازه القوي جدا الذي يضم معه كابتن سيد مصطفى والكابتن أحمد الجرحي، الثلاث أسماء كل واحد منهم يمكن هو يكون مدير فني للفريق لوحده، وقدر النادي ان هو يجمعهم مع بعض كجهاز قوي جدا. كابتن أشرف توفيق في ظل الظروف الصعبة ديت اضطر بالدفع لعدد من العناصر الشابة المؤثرة جدا اللي ان شاء الله هيكون ليهم مستقبل كبير في سلة النادي الأهلي في الأعوام القادمة. استعان بكل من الى جانب طبعا اللعيبة الكبيرة اللي هنقول اساميها بعد كده، بس استعان بأربع ناشئين، استعان بعبد الله ناصر ومحمود وليد من فريق تحت 18 سنة، استعان بعمرو علاء زهران وبودي حسام او عبد الرحمن حسام من فريق 20 سنة، وهم بيأدوا بشكل جيد جدا مع الفريق. أرجو ليهم إن شاء الله كل التوفيق. المباراة الأولى النادي الأهلي تسيدها من بداية الكوارتر الثاني، كان نادي السبورتنج داخل في المنافسة في الكوارتر الأول كده وكان كسبان الكوارتر الأولاني بفارق نقطة، لكن بعد كده هو النادي الأهلي رجع للمباراة ودخل فيها وقدر ينهيها بفارق 19 نقطة. وزي ما بقول لكم مرة ثانية المباراة النهاردة غير مؤثرة على الإطلاق لأن النادي الأهلي تأهل للمباراة النهائية بفضل فوزه في مباراة الكبار الماضية وفوز فريق المرتبط تحت 13 سنة تحت 16 سنة بالمباراتين، منهم مباراة النهاردة. فريق المرتبط عمل مباراة رائعة النهاردة، مباراة رائعة، قدر يكسب فريق سبورتنج القوي جدا 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 واللي بيضم عناصر جيدة جدا جدا بعد وقت إضافي 76-75، كانت مباراة ممتعة للغاية وقدر شباب النادي الأهلي يحسموها ويريحوا الفريق الكبير في مباراته النهارده. نظام بطولة الدوري المرتبط اتلعب مجموعات وبعد كده كان الأول بيلعب الرابع لو لغاية ما وصلنا لدور الثمانية. دور الثمانية كان الأهلي بيواجه فيه نادي الزمالك، والنادي الأهلي قدم عرض قوي جدا 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 في المباراة الأولى للرجال وقدر يفوز بفارق 23 نقطة، لكن في المباراة الثانية
اتعرض الفريق زي ما قلت لكم لاصابات كتير، تلات لعيبه ما لعبوش المباراه عشان تعبوا، وثبت ان هم ايجابيين في تحليل كورونا، بجانب ان كان في ابراهيم محمد ابو النصر ومدير جرحي لم يشارك في المباراه الثانيه، واستطاع الزمالك ان يفوز بفارق ثلاث نقاط، لكن فرقه المرتبط كانت كسبت ماتشين فتاهل النادي الاهلي. اما نادي سبورتنج فتاهل على حساب نادي مصطمين من دور الثمانيه لدور الاربعه، كسب ماتشين الكبار والماتشين الصغيرين. نقول بسرعه كده ان الجهاز الفني للنادي الاهلي، كابتن اشرف توفيق مدير فني، طبعا كابتن اشرف توفيق يعني بنعتبره دلوقتي شيخ المدربين في مصر، واحد من افضل واحسن المدربين اللي جم في تاريخ كره السله المصريه. بيساعده كمدرب عام الكابتن سيد مصطفى، الكابتن سيد مصطفى برضو مدرب كبير جدا وكان متولي اداره النادي الاهلي الفنيه، كان مدير فني النادي الاهلي، وقبل حبه للنادي الاهلي الشديد ان هو يبقى مع الكابتن اشرف توفيق. والمدرب هو كابتن احمد الجرحي، مستقبل التدريب في النادي الاهلي، واحد من المدربين الشبان اللي انا بتوقع له ان هو ان شاء الله هيكون ليه مستقبل كبير جدا في مجال التدريب. المدير الاداري للفريق النجم الكبير الخلوق اسطوره النادي الاهلي في كره السله الكابتن طارق الغنام، وطبعا طارق الغنام اسطوره زي ما بقول لكم، ومكسب كبير ان هو يكون المدير الاداري للنادي للفريق. وبيساعده كاداري الفريق الاداري المجتهد جدا الكابتن وليد الخراط. وباقي الجهاز في الدكتور احمد عادل طبيب الفريق، دكتور هيثم عاطف في الضبع اخصائي علاج طبيعي، كابتن محمد عيسى مدلك، كابتن علاء لطفي اخصائي احصاء، كابتن نادر طارق اخصائي تغذيه، ومسؤول عن المهمات حامد جاكسون، يعني احنا بقول بنحب ندلعه كده. اما نادي سبورتنج فالجهاز الفني هو كابتن وائل بدر، برضو وائل كان نجم كبير في نادي الزمالك ومنتخب مصر ملقب بالحاوي، هو المدير الفني. كابتن طارق صبحي مساعد او مدرب عام، كابتن هيثم كامل مساعد مدرب، والمدير الاداري كابتن سامح صلاح، احد المديرين الاداريين يعني الناجحين جدا في مجال كره السله في مصر. والكابتن اسلام الشبكاتي مساعد اداري واخصائي احصاء. نزل خماسي الملعب دلوقتي النادي الاهلي، عمر طاري رقم 55، اليكس يانج رقم 5، احمد مهيب رقم 14، حاتم البحيري 77، وبيبتدي النهارده الكابتن اشرف توفيق بالناشئ الصاعد الواعد عمرو علاء زهران رقم 1. طبعا عمرو علاء ابن النجم الكبير علاء زهران، كابتن النادي الاهلي وعضو مجلس اداره اتحاد كره السله ولاعب منتخب مصر السابق. اما فريق سبورتنج فشايف بيبتدي بخورشيد، وبيبتدي باحمد هشام، وبيبتدي عبد الرحمن خالد، وبيبتدي رقم 23 ابراهيم حجازي، ورقم 4 أو 6 محمد الليسي. اتمنى لكم مشاهده سعيده، ونتفرج على الجيم كده باعصاب هاديه، لان زي ما قلت لكم المباراه غير مؤثره، خلاص حسمت بطاقه التاهل للدور النهائي للنادي الاهلي. حاتم البحيري، مهيب، اليكس يانج، احمد مهيب بس وحش من اليكس تطلع اوت سايد، لكن الكابتن احمد غالب حكمنا الدولي، حكم من الحكام الجيدين جدا احمد غالب، يحتسب خطا على عمر طارق على ان هو عمل ستار متحرك. ترجع الكوره لنادي سبورتنج، ابراهيم حجازي، عبد الرحمن خالد في دفاع ضغط طول الملعب، ابراهيم حجازي، احمد هشام لاعب الخبره بيمسك عمرو زهران اللاعب الناشئ، احمد هشام، عمرو زهران، عبد الرحمن خالد، بس حلو قوي 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 لمحمد الليسي، حاتم البحيري مديله ضهر وقطع من وراه حط سله، يتقدم نادي سبورتنج 2-0. حاتم البحيري، احمد مهيب برضو لاعب من اللعيبه اللي جت السنه دي من الصفقات الثقيله جدا من نادي سبورتنج، احمد مهيب لاعب جيد جدا. احمد مهيب بص وحشه لطارق عمر طارق، يقطع ابراهيم حجازي ويحط دانك، ويتقدم النادي سبورتنج 4-0. بحيري
عمر طارق، أليكس يانج. الثلاثية من أولا ده أسيست رائع لحاتم البحيري اللي قطع فاضي جدا، بيديله أليكس يانج بأسيست رائع، بيسجل أول نقطتين للنادي الأهلي 4-2 لصالح النادي الأهلي. في لعيب اتخبط كده او لعيب بيربط الحذاء، لازم الحكم يستنى عليه لغايه اما يخلص. احمد هشام اللاعب الخبره، ابراهيم حجازي لاحمد هشام صانع العاب نادي سبورتنج، بيدافع عليه عمرو زهران، عمرو علاء زهران، يدي للخرشد احمد هشام لابراهيم حجازي، ثلاثيه من ابراهيم حجازي بيسجلها، برافو يا ابراهيم، يرفع النتيجة ل 7-2 لصالح نادي سبورتنج بعد مرور دقيقة ونص من الربع الأول. أليكس يانج وعمر طارق، مهيب، أليكس يانج، أليكس يانج حاول يلعب، نزل لعمر طارق لكن في دفاع جيد من محمد الليسي بيعمل هيلب أو بيجي المساعدة كده على عمر طارق، بيقطع الكورة وتطلع أوتسايد النادي الأهلي. 6 ثواني على نهاية الهجمة لصالح النادي الأهلي، لازم النادي الاهلي يسدد على السله قبل نهايه 6 دقائق دول. حاتم، مهيب لحاتم، قطع منه احمد هشام، برافو يا احمد، بيطلع بسرعه لليسي لعبد الرحمن خالد، لكن عمر طارق يعمل حاجه اسمها بولت تنجنج او هو بيمنع دخول الكره كره السله للسله بعد ما تتخطى الاسطوانه الوهميه، علشان كده الحكم بيصفر النهايه، سلم نقطتين 9-2 لصالح نادي سبورتنج. أليكس يانج، حاتم البحيري، حاتم البحيري، أليكس يانج، يانج بيساعده زهران، بيغير اتجاهاته، برافو يا عمرو، برافو يا عمرو، يا ولد يا ولد يا عمرو يا زهران، لعيب ناشئ تحت 20 سنة بيخش بكل جراءة ومش خايف من الوضع اللي هو فيه، بيغير اتجاهاته بيسجل، برافو يا عمرو يا زهران، عمرو علاء زهران، بصوا بصوا تغيير اتجاهات يا جماعة، الولد بكل رشاقة بكل قوة بيطلع وبيسجل، برافو يا عمرو، زي ما قلت لكم مستقبل النادي الأهلي، 4 لعيبة بيلعبوا من تحت السن، وأدي خطأ مهاجم على أحمد هشام في أثناء الإعادة كده هوت، زق حاتم البحيري، ترجع كرة النادي الأهلي 9-4 لصالح نادي سبورتنج. مهيب، احمد مهيب، زهران، عمرو زهران بيغير اتجاهاته بيحاول يخترق، برافو يا ولد، برافو يا ولد، برافو يا ولد، يا ولد يا عمرو يا زهران، انا بحب اللعيب ده قوي يا جماعه لانه عنده جراءه عاليه جدا، عنده اختراقات بقوه ما شاء الله عليه، بيغير، بص تغيير اتجاه، بص تغيير اتجاه، بص الوقف في الهواء، برافو يا عمرو يا زهران ما شاء الله عليك. عمرو زهران لاعب فريق النادي الاهلي تحت 20 سنه بيسجل 4 نقاط حتى الان وله رميه اضافيه، برافو يا عم ما شاء الله عليك، ما شاء الله ربنا يحميك. 9-7 لصالح سبورتنج، وادي احمد هشام بيدافع عليه بطريقه جيده جدا عمرو زهران، ابراهيم حجازي لهشام، ثلاثيه من بعيد، ثلاثيه من بعيد ما بيجيبهاش، اللي معاه يانج، بحيري، بحيري بيدافع عليه محمد الليسي، بحيري دافع عليه محمد الليسي ويعيقه بخطا، يستوجب خروج الكره من الحد الجانبي لصالح النادي الاهلي، حاول يقطع الكره طبعا فعمل تاتش في جسمه فتفاول على طول. مهيب، احمد هشام يخطف الكره من ايديه وتطلع برده اوتسايد من تحت الباسكت المره دي لصالح النادي الاهلي. تسعة سبعة وباقي 6 دقائق 54 ثانية على نهاية الربع الأول. أحمد مهيب بيحاول يخترق، طلع عليه أليكس، أليكس ميديم شوت كده وصوت متوسطها، برافو ينجح فيها، برافو يا أليكس. 9-9 أحمد هشام، عبد الرحمن خالد، محمد خرشي، دافع عليه كويس حاتم البحيري، اضطر يطلع 4 ثواني، خرشد، عبد الرحمن خالد، ثلاثيه ما بيجيش لكن بيخش الليسي يلمها، برافو يا ليسي، ويرجع تاني خرشد يلمها ما يجيبهاش، طبعا خايفين جدا من عمر طارق تحت الباسكت، لكن ثلاثه متابعه هجوميه جيده من سبورتنج في غياب المدافعات الفرعيه الاهلي،
وادي ابراهيم حجازي يحاول يدخل لكن احمد مهيب بيعاقب خطا اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اهو بص مد احمد مهيب دي في دفعه تبقى فاول 9-9. ابراهيم حجازي حجازي بيخش يطلع للليسي محمد الليسي احمد هشام ثلاثيه ما بتجيش لما عمر طارق من اقصى نقطه في فاول طبعا على خرشت محمد خرشت مسك ايده بعد ما نزل بالكوره. بص عمر طارق بياخد الكوره من اعلى نقطه وماشي محمد طبعا ده خطا على محمد خرشت لانه اتعلق في ايديه. اوتسايد صح النادي الاهلي حيري اليكس يانج بحيري مهيب احمد مهيب مهيب بيخترق يا ولد يا ولد يا ولد يا مهيب مكسب كبير احمد مهيب للنادي الاهلي بيلعب بوزيشن 2 شويت وكمان بيعرف يخش كويس تعرض لاصابه الفتره اللي فاتت يا دوبك لعب الماتش اللي فات حوالي 6 دقايق كابتن اشرف جهزه كده والنهارده بنبتدي بيه. ليسي رابع عمرو يا زهران دفاع جيد جدا توصل لخرشت سياره ياخدها عمر طارق لكن هو بيلف سليمه تقع من ايده 4 ثواني على الهجمه النادي سبورتنج 11-9 لصالح النادي الاهلي. ادي الكابتن وائل بدر احمد هشام عبد الرحمن خالد عايز يشوط اخترق بيشوط مع صفاره لكن ما بيجيبهاش لازم تتحسب 24 ثانيه طبعا لان هي ما لمستش يبقى اوت سايد لصالح النادي الاهلي. وادي الكابتن اشرف توفيق خبره كبيره حاصد بطولات معظم بطولات النادي الاهلي حصدها الكابتن اشرف توفيق. بحيري زهران مهيب زهران بحيري مهيب اسف مهيب تاني مهيب يا سلام على تغيير الاتجاه يا سلام على اسيست يا مهيب يا مهيب يا مهيب يا مهيب يا مهيب انا مش بقول برافو يا عمر يا طارق حطها دان لكن الاسيست الرائع والاختراق الرائع بص الاختراق من مهيب بص الاختراق يا ولد على التغيير يا ولد على الرؤيه يا ولد على الباصه يا سلام على الدنك يا عمر يا طارق فنان الولد احمد مهيب ده برافو يا مهيب برافو برافو. اسيبكم مع التايم اوت دلوقتي اللي طلبه الكابتن وائل بدر. علاء زهران باسكت وان مور قايلين في امين ام المحاضره بيلعب زون لما عمر جه هنا عمر بيجي هنا لما الكره تتنقل زهران ما تقلش الكره ما تقلش ما تقلش الكره هم بيفتحوا بدري لو هو فتح بدري يعني ايه؟ يعني تحت طلع هنا هيروح عمر جاي بدري ها الاهلي ها؟ لا كتير اه هو فاتح هنا اه عامل ديناي بدري فالحته دي فاضيه يا عمر انت جاي بدري اليكس هير شورت عوده مره ثانيه بعد انتهاء التايم اوت والنتيجه 13-9 لصالح النادي الاهلي. حجازي خرشت حجازي بيخش بيخترق قصيره لكن خرشت بيكلمها ما تجيش لان احمد مهيب 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 للبحيري احمد هشام احمد هشام خرشت حجازي المتالق بيحط 3 بونت بيرفع النتيجه 13-12
وكابتن هاشم كابتن هاشم هو بيزعلهم على اساس لازم يبقى فيه سويتش عشان يغطي الكره ديت. دانيس وورد دلوقتي بيلعب زون ديفنس. اليكس يانج باصه كويسه لكن عمر طارق ما لعبهاش بدري. تلتاشر اتناشر لصالح النادي الاهلي. فاضل 3 دقايق 42 ثانيه. عز الدين فريد اللي نزل دلوقتي مكان الليسي. حجازي ابراهيم حجازي. حجازي بيقف وبيسدد ما بيجيش للمايان للبحيري. حاتم البحيري لعمر طارق برضه الباصة مش كويسة. والكابتن عمر طارق بيقول للاسلام اسلام كابتن اسلام اسف مش كان مش احمد غالب دوت بيقول له بشد. 3 دقايق 16 ثانية. أحمد هشام. أحمد حجازي. أحمد هشام في فاول على أحمد مهيب. فاول تاني على احمد مهيب. اهو شايف اهو. احمد هشام في كده خط غير مقصوده بين عز الدين فريد وبين زهران. فالحكم بيقف عشان يطمن عليهم. اوتسايد لصالح نادي سبورتنج. احمد هشام خطا على بيصفر خطا على عمر طارق. اعتقد الخطا الثاني على عمر طارق. كابتن فتيحه بسرعه كابتن اشرف توفيق بيطلب من سيف انه يغير عمر طارق لان طبعا فاولين في اول 7 دقائق على عمر طارق بيبقى عنده فاول ترابل لازم يغيره. بديل سيف سمير. احمد هشام بيرمي الاوت. عبد الرحمن خالد. احمد هشام. عز الدين فريد بيقف وبيصوب وبيسجل وبيتقدم نادي سبورتنج 14 13 وفاضل دقيقتين 54 40 ثانيه على نهايه الكوارتر الاول او الربع الاول. مهيب نادي سبورتنج قلب زون ديفنس. سيف بصة وحشة يا سيف ضيقة سيارة قصدي. وادي بياخدها عز الدين فريد وبيسجل وبيتقدم نادي سبورتنج 16 13 في الوقت ده. كابتن اشرف توفيق بيطلب تايم اوت واسيبكم مع التايم اوت لغايه ما ينتهي. انت تيجي هنا ليه؟ ما بكرهش ما عملناش حاجه، انا باجي هنا واللي بيجي زي بيجي هنا. خلاص؟ ولما الكرة تروح هنا ذيس جاي كات هنا. If you cut Alex if you cut you're behind the man open. اوكي؟ من وراك هو اللي يابا هنا بتقول لي هم احنا مستسلمين ليه؟ لوك احنا عندنا ايه تاني يا احمد؟ عندنا لوك حلوه لوك لازم امشي عشان يبقى عزت عز عنده سبيس يعرف يلعب منه الناس تعمل كولابس تاخد انت تودي وان مور باص. ماشي الصبر في الاوفنس. الصبر دلوقتي رايحين على 20 نرجع. لا جايبين باص راجعين من شمال واحده بس بلوك. ايدك مين يا رجاله؟ Thank you.
العوده مره ثانيه للملعب بعد التايم اوت اللي طلبه الكابتن اشرف توفيق بعد ما كان متقدم 13-9 تقدم سبورتنج 16-13 ونزل الثلاثي مودي الجرحي وابراهيم الجمال ومحمد ابو النصر في تشكيله النادي الاهلي دلوقتي. في حاجه حاصله في الملعب هنشوف ايه دي بالظبط. الساعه اعتقد معلقه ما بتشتغلش. او الشبكه كانت متعلقه فلازم اوقف الملعب علشان ينزلوا الشبكه. دلوقتي محمد صلاح من نادي سبورتنج نازل. اه فعلا الساعه ما كانتش اشتغلت فبيمشوها دلوقتي. محمد صلاح ينزل مكان محمد خورشيد. اوتسايد مودي الجرحي. الجمال بيغير اتجاهاته ويقف ويشوط ثلاثيه. اللي ما سيف سمير برافو يا سيف وهو خارج بيعمل دربلها تخبط في رجل محمد صلاح تطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 16-13 لصالح نادي سبورتنج. فاضل دقيقتين و8 ثواني على الربع الاول. مودي الجرحي ابو النصر مودي الجرحي الجمال خارج من الاصابه كان عنده التواء كان شديد جدا في الكاحل. اليكس سجل مع الثانيه الاخيره بيشوط وبيسجل برافو يا اليكس مع صفير نهايه ال 24 ثانيه ويعادل النتائج 16-16. ابراهيم حجازي عبد الرحمن خالد برافو عبد الرحمن استغل ان مودي الجرح هو اللي ماسكه بقى طول منه لف بيه وحط باسكت. اليكس يانج سيف سمير ابو النصر بياخد شوطه من بعيد كده يا سلام يا ابو النصر. ابو النصر بيرد عليا على الكلام اللي قلته الماتش اللي فات ان هو بيجيب الاختراقات بيقول لا يا كابتن سيد انا كمان بعرف اشوط تلاته بونت وبجيب. لعيب مقاتل لعيب يعني انا وادي حاجات بيشوط ثلاثيه ما بتجيش. عز الدين فريد اسف النشاط. محمد ابو النصر سيف سمير الجمال زي ما بقول لكم خارج من اصابه. يا واد يا اليكس يانج بيعمل اسيست رائع مع قطعه جيده جدا لمحمد ابو النصر. ادي كاب سيد مصطفى بيسقف لاليكس على الباصه لكن هو طالع محمد ابو النصر يرتكب ضده خطا برميتين حرتين. وادي رقم سبعه يوسف رفعت من ناشئي نادي سبورتنج بيبدل احمد هشام الخبره. هات لك يا ابو النصر ده لما الحله الاولى. يلا محمد ابو النصر لعيب يا جماعه مقاتل ما تسمعش صوته بيأدي كل حاجه في الملعب ما شاء الله عليه. هارد لك يضيع الاثنين لسه النتيجه 19-18. يوسف رفعت حجازي متألق النهارده حجازي عامل مباراه جيده جدا برافو يا حجازي. سجل ثلاثيه تقدم نادي سبورت 21-19. مودي الجرحي ولسه نادي سبورتنج بيلعب دفاع منطقه. اليكس يانج جمال جرحي ابو النصر جرحي سيف سمير اربع ثواني بيسجل سيف سمير برافو يا سيف. 16 ثانيه على نهايه الربع الاول والنتيجه تعادل 21-21. 8 ثواني على الهجمه اخر اربع ثواني. حجازي محمد صلاح ثلاثيه ومسجلها محمد صلاح مع نهايه الهجمه يتقدم نادي سبورتنج مع نهايه الربع الاول 24 الحكم حسبها باثنين بس 23-21. استراحه لمده دقيقتين ونعود اليكم مره اخرى. بيتسرع وشوت يا جماعه. احنا راجل بيخش هنا خلاص هم اثنين على اثنين اللي داخل منه عامل كونتيست كده في ضغط
ده فاضي ليه؟ طيب يعني بيعملوا سبين سكرين، يبقى اللي بيعمل انت وانا ساقط ليه؟ انت اطلع معاه. ده بيعمل سكرين هنا. انا قابلته وبالنص يرجع كده ماشي. لا انت نفسك انت اهو، انا اهو، ده مين؟ ده الشوتر اهو بيجي يعمل سبين سكرين، ادي اهو انا، هو هنا هو بيعمل سبين هنا، وانا امي هنا، انا كمان انا صدري كتف كتف. لما تعمل ليش بومب هنا، اعمل البومب عالي مع الثلاثة اللي فوق. الكرة هنا الناس كلها بس مضغوطة، كرة كلها بس. نعم. واحد ثلاثة واحد. لا باسم هتروح الكورنر يا باسم. صلاح واحد واثنين، ابراهيم هو يقرب صلاح. هنلعب الزون الفرنسي بتاعنا العادي، وانا عادي جدا. العبوا دخلوا الكره لهاي بوست، واجه ودي الكره الكورنر، دور على درايف، دور على وم. عودة مرة تانية أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة النادي الأهلي لمباراة الدور قبل النهائي في كرة السلة بين فريقين النادي الأهلي ونادي سبورتنج. انتهت الربع الأول بتفوق سبورتنج 23-21 لمحمد صلاح. النادي سبورتنج بيسجل ثلاثية، يتقدم النادي سبورتنج 26-21. أحب أوضح لحضراتكم مرة تانية إن المباراة ليس لها اي اهميه، لان النادي الاهلي كده كده اتاهل خلاص للدور النهائي او للمباراه النهائيه في دوري المرتبط ضد نادي الاتحاد السكندري، لان النادي الاهلي كسب المباراتين الشباب بتاع 16 سنه وكسب المباراه الاولى للرجال فحصلت النتيجه. النهارده المباراه بتتلعب وكانها مباراه تدريبيه، لان نتيجتها لن تؤثر على تاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه. ابراهيم الجمال، اليكس يانج ثلاثيه، يا سلام عليك يا سلام عليك يا يانج، بيجيك جدا من الثلاثيه وعليه فعلا وتتعادل هتلاقوا الدفاع واقف دماغه، لكن مع ذلك سجلها 26-24. حجازي فريد، عز الدين فريد لمحمد صلاح، لحجازي فريد لحجازي تقطع منه، ابراهيم الجمال يحطها لالكس، اليكس 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 يخش ويحط السلم ويسجل نقطتين، ويرتكب ضده عز الدين فريد خطا يستوجب رمية اضافيه يعادل النتيجه. اليكس يانج 26-26 ولسه ليه رمية اضافيه. ده الكابتن اشرف بيحيي الجمال على الدفاع الرائع اللي حمل المره اللي فاتت الهجمه اللي فاتت ديت والاسيست اللي اداه لاليكس يانج. يانج والرمية الاضافيه ما بيجيبهاش، يلمها يوسف رفعت لعز الدين فريد لابراهيم حجازي، عز الدين فريد الاهلي كمان بيلعب دفاع منطقه اهوت، يوسف رفعت صلاح، كره تتقطع، مودي انا شايف باسم الليسي نزل، اليكس يانج، مودي الجرحي، اليكس يطلعها لمودي، مودي سياره معلش، لكن ابو النصر حاول يلمها ما جبناهاش. باسم الليزي نزل رقم 10 من سبورتنج، يوسف رفعت، ابراهيم حجازي، الليزي اخو محمد الليزي اللي خرج، سياره من باسم، ابو النصر، محمد ابو النصر بيخترق، يا ولد يا ولد هارد لك يوسف رفعت، ابراهيم حجازي يقطع ابو النصر، خطا متعمد حسبه الكابتن اسلام على محمد صلاح، على اللعيب رايح في هجمه مرتده بيحتسب ضده خطا، فده يبقى خطا ان سبورتس لايك مان فاول، وده اللي بياخد اقصى عقوبه في كره السله وهي رميتين وترجع لهذا للفريق. كابتن اشرف بيريح اليكس يان وينزل احمد حمدي مكانه،
احد برضه اللاعبين الجدد الموسم دوت. ركز يا ابو النصر، تالت واحده ركز، انت نسبتك عاليه في الفاول ما شاء الله. محمد ابو النصر بيسجل الرمي الحره الثانيه. طب يا محمد يلا يلا الجمال مودي الجرحي حمدي برضو بيلعب زون ديفنس او دفاع منطقه. حمدي بصة متاخره يا حمدي. عز الدين فريد بيعمل هجمه سريعه بيخترق بيطلع كوره تاني. احمد هشام، احمد هشام، محمد صلاح، باسم الليسي، عز الدين فريد لباسم الليسي الثلاثيه. هو الولد ده متميز قوي في الثلاثيات يا جماعه، انا في رايي ده احسن اربعه في مصر، رأي المتواضع طبعا. جرحي، جمال، حمدي، ابو النصر، حمدي، الجمال، الجمال، يلا يا جمال بقى خليها تفتح، بتدور عليها من اول الجيم وفي الاخر وصلت لك. 30-29 برافو يا جمال، 30-29 ابراهيم الجمال، اول ثلاثيه ليه. صلاح ما بيجيبهاش، تبقى اوت سايد على سبورتنج. باسم الليسي بيقول الاسلام هو اللي طلعها، اسلام بكل هدوء، كابتن اسلام حكمنا الدولي طلع على الشاشه دوت، حكم هادي وجميل. جرحي، جمال، جمال، يوسف نفع بيغتصب حق خطا، وادي تغيير تاني، راجع تاني خورشيد للملعب وخارج محمد صلاح. مودي الجرحي هيطلع الاوت، كابيتانو، كابيتانو مودي الجرحي اعلنت خطيبته. ادي ابو النصر داخل كويس قوي، هو داخل لكن ما فيش حاجه. برافو يا سيف، يعمل ريباوند. احنا كابيتانو فريق الرجال الفتره اللي فاتت، تمت خطيبته هو وكابيتانو فريق النساء الكابتن دينا، نتمنى لهم السعاده ان شاء الله. يوسف رفعت بيشوط ثلاثيه من الجيش، يلمها خورشيد، احمد هشام، يوسف رفعت اسيست كويس لخورشيد، رفعت بيسجلها، برافو عليك. 32-32 برافو يوسف، لعيب ناشئ من تحت 20 سنه، ثقته في نفسه كبيره زي ما قلنا على عمرو علاء زهران. بنقول على يوسف رفعت نفس الحكايه. وادي محمد ابو النصر بيخترق اهوت، هو بيحصل على كابتن فتيحه حكمنا برضو الدولي. كابتن اشرف بيتعصب عليهم، كابتن اشرف اهدى شويه، صحتك يا بابا، صحتك يا كبير، معلش شغلانه المدربين يا جماعه، الله ربنا يكون في عوننا. بيقول ان الكوره اوت سايد فتيحه، مش 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 تو شوتس. 32-32 اهدى شويه يا كابتن اشرف، الماتش ملوش لازمه، كده كده احنا متاهلين. مودي الجرحي، حمدي، حمدي كويس بيخترق وبيسجل، عمد حمدي. يوسف رفعت، باسم الليسي، احمد هشام، يوسف رسعت، عز الدين فريد، احمد هشام بيلعب زون ديفنس. برافو يا جمال بيطحها، 7 ثواني على نهايه الهجمه. الاهلي متقدم 34-32، فاضل 5 دقايق و23 ثانيه. الليسي، احمد هشام لازم هيشوطها، هو بيشوط من بعيد قوي كده وبيجيبها، لازم نطلع له لان احمد هشام دي لعبته. بيتقدم سبورتنج 35-34. مودي الجرحي راجع من اصابه هو كمان، كابتن اشرف بيشكو برضه استعدادا للمباراه النهائيه في ظل النقص الكبير قوي اللي موجود في الفرقه دلوقتي، فبيحاول يدخل كل اللعيبه الفورمه في المباراه ديت. ابو النصر، سيف سمير بيلف كويس بخورشيد لكن بيطلع باصه سيئه جدا. الليسي، يوسف رفعت، برافو يا ولد، برافو يا ولد، برافو يا ولد يا يوسف رفعت. انا بحب قوي اللعيبه الناشئين لما يدفعوا في مباريات الكبار وهم يقدموا بصوره جيده، زي ما قلت لحضراتكم، قلنا المره اللي فاتت على محمود وليد من النادي الاهلي، وقلنا النهارده على عمرو علاء زهران، بنقول كمان على يوسف رفعت من نادي سبورتنج. وادي حمدي، برافو يا حمدي، بياخد باصه ميته كده من الجمال،
ويسجل 37-36 لصالح سبورتنج. فاضل 4 دقايق و20 ثانية على نهاية الربع. باسم الليسي، فرشد، هشام، احمد هشام، الليسي، يوسف رفعت مرة تانية من الثلاثية ما بيجيبهاش، لكن باسم الليسي يخش بطبع جيدة جدا من باسم الليسي. برافو يا باسم، سجل نقطتين. محمود الجرحي 39-36 ابو النصر، 33 من احمد حمدي. الليسي، فريق نادي سبورت دلوقتي بيجري على فريق النادي الاهلي، يوسف حسن بيك بيرفع النتيجه 41-36. في الوقت ده كابتن اشرف توفيق بيلحق يطلب تايم اوت لتعديل الاوضاع. اترككم مع التايم اوت ونسمع المدربين بيقولوا ايه. انا مش عارف، انا مش في، انا الناس اللي بتتحرك عليا ايه، ارجعها واخد ريبوست لغايه لما يبقاش عندي مساحه. لما دي تاني تيرن اوفر، تاني تيرن اوفر، ما ينفعش يا سيدي، ما ينفعش. بعد الماتش بيروح فين هنا؟ خلي بالك يا كابتن، كابتن حمدي لما تطلع لواحد كل امه لغايه لما يجي لك، لما يقول لك ضرب اسيبه، لما يقول لك ضرب سيبه. يلا حمدي، فوق حمدي يلا. وبعدين ساعات هنا بيبقوا زاهدين، لحظه واحده ساعات بيبقوا زاهدين يا حمدي. في واحد يلا رجاله مع بعض، يلا مع بعض، يلا يلا هد رفعت باسم الليسي كورنر هو وعز احمد هشام باكت عودة مرة تانية للمباراة بعد الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن اشرف توفيق لتعديل الاوضاع بعد ما تقدم نادي سبورتنج 41-36. كابتن اشرف عمل تغييرتين في التايم اوت دوت، دخل احمد مهيب ودخل حاتم البحيري مكان الجمال ومكان مود الجرحي. حاتم بحيري فاضل 3 دقايق ونص على نهاية الشوط الاول او الربع الثاني. ابو النصر في دفاع بعنف شويه عن فريق سبورتنج دلوقتي بس مشروع. حمدي حاول يخترق وبيخش لكن باسم الليسي بيعمل له بلوك رائع. عز الدين فريد بيدخل ادي الليسي بيهوش. برافو يا ليسي، برافو يا ليسي، برافو يا ليسي، برافو. بيسجل نقطتين يرفع الفارق ل 43-36. بحيري، بحيري في دفاع ممتاز من نادي سبورتنج. سيف، سيف لاحمد حمدي تحت الباسكت بيسجلها، اسيست رائع من سيف. كان في ميس ماتش او واحد صاعد ماسك واحد طويل فاديها له. ليسي، يوسف رفعت، يوسف رفعت دافع عليها البحيري، بيدافع بيخش يوسف رفعت ما بيجيبهاش، لكن نادي سبورتنج 8 ثواني على الهجمه. احمد هشام برضه بيشوط من الحته بتاعته ويشوط ويجيب ثالث واحده 46-38 لصالح نادي سبورتنج. فاضل 2:15 على نهايه الربع الثاني. بحيري خطا على يوسف رفعت، يبقى البحيري ليه 200 حرتين ده خطر الشخص الخامس. وادي الناشئ عبد الله ناصر بتاع 18 سنه بيطلع بيخش مكان سيف، برافو يا سيف. وادي اليكس يانج بيخش مكان احمد حمدي. ادي عبد الله ناصر 18 سنه يا جماعه، عنده 17 سنه بيلعب تحت 18 سنه ما شاء الله. انتقل النادي الاهلي الموسم اللي فات في صفقه من العيار الثقيل بمبلغ هو الاكبر في تاريخ لاعبي الناشئين.
البحيري بيسجل الرمية الحرة الأولى وبيسجل الرمية الحرة الثانية بربيع البحيري 46-40 فاضل دقيقتين و10 ثواني. يوسف رفعت بيعدي كويس من حاتم من البحيري. يوسف رفعت لكن خرشت بخبرة ياخد عبد الله ويروح من الناحية الثانية ويسجل نقطتين 48-40. مهيب 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 لعبد الله ناصر لكن خش بيدافع عليه بطريقه جيده ياخد منه الكره وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 11 ثانيه على نهايه الهجمه. بحيري مهيب احمد مهيب سكرين من عبد الله بيقف ويشوط ثلاثه. هارد لك يا مهيب هارد لك حلو. فاول على ابراهيم من نصر في الريباوند ضد خورشيد لكن لسه ده اول فاول للنادي الاهلي في الربع دوت. مفيش شوت تغيير خارج محمد ابو النصر ونازل ابراهيم الجمال 48-40 وفاضل دقيقه 25 ثانيه على نهايه الشوط الاول او الربع الثاني. يوسف رفعت عز الدين فريد بيلف بمهيب. عز الدين فريد بيرفع الاسيست رائع بالاسيست رائع. الكسندر جاي متاخر في المساعده بيرتكب خطا. برافو يا كابتن فتيحه صفاره هايله. سوري خطا يستوجب رميتين حرتين اهو شفنا رميتين حرتين لصالح محمد خورشيد فرق 8 نقاط 48-40 لسبورتنج فاضل دقيقة و10 ثواني. خورشيد بيسجل الرمية الحرة الأولى برافو يا خورشيد. الرمية الحرة الثانية بيسجلها برافو يرفع الفارق ل 10 نقاط. بحيري حاتم البحيري عبد الله ناصر دار على مهيب مهيب لعبد الله لسه الكرة مع بحيري اخر الكرة في دول اسيست لعبد الله وهو طالع عبد الرحمن خالد يعمل له بلوك. عبد الله شكله خايف ما تخافش يا عبد الله العب يا ابني انت لعيب كويس. عز الدين فريد عبد الرحمن خالد احمد هشام يوسف رفعت عز الدين فريد ثلاثيه ما بيسجلهاش لكن يرميها خورشيد رابع خورشيد ترجع ليوسف رفعت 17 ثانيه على نهايه الربع الثاني والشوط الاول من المباراه 50-40 لصالح النادي سبورتنج. وادي عبد الرحمن رفعت يوسف رفعت ما بيسجلهاش 5 ثواني على نهايه خورشيد ما بيسجلش وفي الاخر بيسجل خورشيد مع نهايه الربع الثاني بيتقدم نادي سبورتنج 52-40. استراحة لمدة ربع ساعة ونعود إليكم مرة أخرى من صالة من نادي هيئة قناة السويس وإلى الاستوديو التحليلي للكابتن هيثم السعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن اشرف توفيق بيحاول يجهز اللعيبه اللي كانت مصابه فتره طويله ويرجعهم عشان المباراتين النهائيتين طبعا الى جانب زي ما قلنا في الاول غياب النجم الكبير ايهاب امين والنجم الكبير عمرو الجندي والنجم عبد الفضيل لاصابتهم بفيروس كورونا ارجو من الله شفائهم بسرعه من كل المصابين وان يعفو عنا وعنكم يا رب. تمريره سيئه من اليكس عمر عليها تطلع كره اوت سايد لصالح نادي سبورتنج تبقى الهجمه على نادي سبورتنج. يوسف رفعت صالح لعب نادي سبورتنج الناشئ بيطلع لعبد الرحمن خالد ثلاثيه من عبد الرحمن خالد ما بتجيش لمها حاتم البحيري سرع شويه حاتم سرع شويه حاتم الجمال
ثلاثيه من جمال. ايوه يا جمال بقى صحصحنا بقى شويه في ثلاثياتك. الثلاثيه الثانيه النادي ابراهيم الجمال في المباراه. يلا ابراهيم انت راجع من اصابه كبيره وان شاء الله تجهز كده بالماتش الفاينل ان شاء الله. احمد هشام، احمد هشام عادل البحيري يعتقد معاه خطا ساذج، يبقى اوت سايد لصالح النادي سبورتنج من الحد الجانبي. اثنين وخمسين ثلاثة واربعين. ابراهيم حجازي عمل الشوط الاولاني رائع. احمد هشام، احمد هشام لكن في دفاع جيد عليه من حاتم البحيري. كرة مشتركة الحيازة التبادلية، نشوف الحيازة مين؟ حيازة نادي سبورتنج لسه اهو المرة دي. 12 ثانية على نهاية المهمة. عبد الرحمن خالد، احمد هشام، عمر طارق بيدافع عليه من عالي قوي لكن الروتيشن تحت او التدوير تحت علشان يقابلوا الناس اللي بتعمل من الهيلب ديت كان وحش قوي من فرقة النادي الاهلي، وده اللي معصب الكابتن اشرف توفيق. الجمال، البحيري، حاتم البحيري، حاتم البحيري تخبط في رجليه تبقى اوت سايد على حاتم البحيري. يوسف رفعت لعبد الرحمن خالد. يوسف رفعت الشاب الصغير ناشئ تحت 20 سنه يلعب بكل افتضاح. يوسف رفعت لاحمد هشام خبره كبيره. احمد هشام بين ستار خورشيد ابراهيم حجازي لخورشيد. احمد هشام هو بيشوط الشوطه دي بتاعته يا جماعه بس قصيره، كل ما تلمس فيبقى خطا 24 ثانيه على نادي سبورتنج. 54 43 لصالح نادي سبورتنج. ابراهيم الجمال، بحيري طبعا كمان بيغيب الاصابه النهارده، محمد مصطفى نور الصغير، ابو النصر يقف وصاب ثلاثيه، نجيش مفيش متابعات لما سبورتنج. تطلع لاحمد هشام، احمد هشام، ابراهيم حجازي، ابراهيم حجازي بيخترق وبيطلع الكوره لاحمد هشام. يوسف رفعت نخش الميديم شوت كده في المربع ويحطها ويسجل، ترتفع النتيجة 56 43. أليكس يان، عمر طارق لسه ما لعبش، عمر طارق كويس. وادي فاول على يوسف رفعت، هو اللي زقه. لا حسب على إبراهيم حجازي. كابتن إسلام، هو اللي زقه كابتن إسلام. أول صاد لصالح النادي الأهلي من تحت سلة نادي سبورتنج. ابراهيم الجمال هيطلع الاوت. الجمال البحيري للجمال، ابو النصر ثلاثيه من ابو النصر، برافو ابو النصر، هايله ابو النصر، محمد ابو النصر. 56 46 يوسف رفعت، احمد هشام، خورشيد، ابراهيم حجازي، على خورشيد ستار متحرك. ترجع الكره لصالح النادي الاهلي وفاضل 6 دقايق ونص على الكوارتر الثالث. اوت سايد لصالح النادي الاهلي، بيدفع ضغط بطول الملعب من نادي سبورتنج. عدى أليكسيان بيخترق لكن الكرة تقع من ايديه، تاخدها خورشيد لأحمد هشام. يوسف رفعت، عبد الرحمن خالد، أحمد هشام، يوسف رفعت ثلاثية ما بيجيش لمهاج جمال، صار على الهجمة بيلغي الكورة على إن تكون فاول في الدريبل لسه. كابتن إسلام بيقول لا مش سلة، فاول لأليكسيان. اوت سايد لصالح النادي الاهلي، هنشوفها ايه تاني.
انا رايي ان هو كان مسك الكوره، بس طبعا هو كابتن اسلام هو اللي شايف احسن مننا. هو بيكلمه اليكس يانج اهوت، بحيره هيطلع الاوت الجمال ابو النصر، بحيري لعمر طارق، بس مش كويسه. عز الدين فريد اللي نزل، لكن برافو يا ابو النصر، بيعمل بلوك رائع لاحمد هشام. البحيري لاكس يانج فاضي طبعا، هيشوطها فاضي خالص وبيسجلها ثلاثيه لاكس يانج 56-49 بخمس دقائق 40 ثانيه على نهايه الربع الثالث. حجازي، عز الدين فريد، عبد الرحمن خالد، فرشت، احمد هشام بيعمل باصه كويسه لكن ما يقدرش يمسكها. عز فريد، عز الدين فريد، تبقى اوت سايد لصالح النادي الاهلي. الجمال، حاتم البحيري، أليكس يانج، الجمال، أبو النصر، الجمال، في تحركات لإيدهم في لعيبة النادي الأهلي، البحيري، أليكس يانج، خمس ثواني لازم نخلص، البحيري، فاول طبعًا على عز الدين فريد لصالح حاتم البحيري، تغيير، خارج عبد الرحمن خالد من ناس بورتج ونازل محمد الليسي، والفاول هو تهويشة كويسة من حاتم. ده الفاول الرابع على نادي سبورتنج، جاي فاول تاني للنادي الاهلي، بعد كده هيبقى تصويتين. الجمال، بحيري، ابو النصر، عمر طارق بيحاول يلف، يا سلام على الموف، برافو يا عمر يا طارق، عمل ارتكاز رائع وهو طالع خرش بيعوقه بيعيقه، يبقى خطا برميتين. بص بص دي خرشة فين؟ طبعا ضربه على ايديه، رميتين حرتين لصالح عمر طارق. ده الخطا الشخص الثالث على فرشت عمر طارق، ورميتين حرتين. سجل رمي الحره الاولى رفيع عمر، رمي الحره الثانيه ما بيجيش، 56-50 وفاضل 54 ثانيه على الربع الثالث. حجازي، احمد هشام، فرشت، باسم الليسي، احمد هشام بيقف وبيشوط ثلاثيه ما بتجيش، مع عمر طارق، للجمال، الجمال بياخد ستار من عمر طارق لاليكس يانج، بيسقطها لعمر طارق لكن بيقطعها منه فرشت. باسم الليسي، باسم الليسي، أليكس يانج بيقطعها منه وتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. تايم اوت بيطلبه الكابتن وائل بدر، ونسيبكم نسمع المدربين هيقولوا ايه في التايم اوت دوت. الكره دي ب 12 بونت والله، تعملنا 12 بونت، اتردت بقت 7 بقت 6. شويه ماتش كبير هيطلع ايه ايه؟ خد نفسك، خد نفسك، هنشتغل نشتغل من ضمن. كنت دلوقتي سايد، سايد من هنا سايد او سايد، هنشتغل سايد. خش بكام فاول؟ ثلاثة. أشرف جاهز؟ ولا بس عايز أنا إيه؟ لا خد إيه؟ جاهز أو جاهز؟ أي ناحية، ناحية عمر أشرف وأنت واقف خش، خد ال الهجمة اللي جاية دي ها؟ عايز عايز حط الكرة وروح ناحيته، انزل يا عمر هتبقى مفيش مهم، حاول تجيبه في ظهرك.
مرة تانية نعود للملعب والنتيجة 56-50 لصالح نادي سبورتنج. وبقى من الزمن الفترة الثالثة 4 دقايق و15 ثانية في المباراة الثانية في دور نصف النهائي لبطولة المرتبط لكرة السلة. وزي ما قلت لكم قبل كده وبعيد وبكرر تاني، ما تزوش مني، المباراة خلاص ملهاش لازمة. النادي الأهلي صعد للمباراة النهائية اللي يلاقي نادي الاتحاد، وذلك بعد اتفاق النادي الأهلي في 3 مباريات حتى الآن. ابراهيم حجازي، اشرف رفيع اللي لسه نازل مكان خورشيد، اشرف بيطلعها ياخدها الجمال، يقطع الجمال كويس، الجمال يقف ويشوط بثلاثه قصيره يا جمال، معلش ابو النصر بيحاول عليها لكن ما بيجيبهاش، ياخدها احمد هشام، لعز الدين فريد ثلاثيه فاضي خالص وبيسجلها عز الدين فريد، برافو عليك. 59-50 لصالح نادي سبورتنج. بص الاسيست ده عز الدين فاضي خالص بيشوطها وبيجيبها. اليكس يانج هيطلع الكوره، اليكس يانج حد من بحيري. هفكركم ان الشوط الاولاني كان خلصان فرق 12 نقطه لصالح نادي سبورتنج. يانج جمال بحيري عمر طارق، الحكم بيشاور له اطلع من الثلاث ثواني، وقف ثلاث ثواني او المنطقه المحرمه، وادي تكنيكال فاول على عمر طارق. عمر بيقول له انا عمال اتضرب واتشد وانت ما بتصفرليش حاجه، لكن هو بيقول لا انت ما تتكلمش، واداله تكنيكال فاول رميه واحده وترجع الكره من مكان ما كان المفروض تتلعب. شوت احمد هشام ما بيسجلهاش، ترجع الكرة تاني نادي سبورتنج من تحت الملعب لصالة سبورتنج. 59-50 وفاضل 3 دقايق و28 ثانية على الربع الثالث. طبعا أنا بأكد لكم إن النادي الأهلي لو كان محتاج المباراة دي كان الأداء هيبقى مختلف تماما، لكن زي ما قلت لكم قبل كده النادي مش محتاج، الأهلي الفرقة مش محتاجها لأن خلاص وصلوا للنهائي. وادي دفاع جيد جدا من النادي الاهلي، وادي حاتم البحيري بيوصل وبيسجل، برافو يا حاتم. ايوه العب بقى شويه يا حاتم، السكور اتحط غلط، المفروض 59 فعلا صلحوه. وادي ابراهيم حجازي بيخش وهو داخل بيحاول يعمل اساس كده بتتع، بصوا دي الهجمه اللي فاتت، البحيري واخدها اول ذا واي الباسكت الباسكت، برافو يا بحيري. كابتن وائل بدر ربنا يكون في عون المدربين، الضغوط بتبقى كبيره عليهم جدا. احمد هشام هيطلع الكوره للليسي لهشام، احمد هشام بيحاول يخترق بيوقف وبيشوط وبيسجل وبيسدد ما يجيبهاش، سيف لالكس يانج الجمال، حاتم البحيري، حاتم البحيري، حاتم البحيري لابراهيم الجمال لالكس يانج لسيف، يحاول يلعب واحد واحد على اشرف ربيع، لكن كابتن اسلام بيحسب خطا على اشرف ربيع. نادي سبورتنج عامل اكثر من 4 شخصيه اخطاء شخصيه، عشان كده سيف سمير هيشوط رميتين حرتين. سيف الشوط يسجل، برافو يا سيف، يقلص الفارق لست نقاط وبسجل الثانيه، برافو يا سيف. 59-54 لصالح نادي سبورتنج، فاضل 2.5 على نهايه الربع الثالث. الزحلق يوسف رفعت ابو النصر يلمها وبيسجل وبيحصل على خطا اضافي، على خطا من باسم النسي برميه اضافيه، برافو يا ابو النصر، دفاع جيد جدا، يقطع الكورة وهو اللي يسجل ويحصل على خطأ. بص زحلق الشاب الصغير يوسف رفعت، طب النصر بياخدها وبينطلق وبيسجل وبيحصل على رمية إضافية. 59-56 محمد أبو النصر، برافو يا محمد،
سجل، ده الفرق نقطتين يعني. النادي الاهلي متقدم الشوط 10 نقاط 59 57، دي 22 ثانيه. وادي كمان تيرن اوفر من نادي سبورتنج، بس هو عشان من يوسف رفعت ما اعرفش يمسك احمد ابراهيم حجازي. اوت سايد لصالح النادي الاهلي، اليكس يان الجمال، ابو النصر، بحيري، اليكس يان. 5 ثواني على نهايه الهجمه، 3 ثواني بيوصل. يا سلام يا ابو النصر، يا سلام يا ابو النصر. الولد ده بيفكرني بعمرو السوليه كده، فرقه النادي الاهلي لكره القدم، ما تسمعلوش حس لكن مؤثر جدا في الفريق. ابو النصر بيعادل الارقام ل 59 59، وفاضل دقيقتين على نهايه الربع الثالث. يوسف رفعت، عز الدين فريد، يوسف رفعت، قطع منه الجمال، طويله عليك، على مهلك يا جمال عشان ما تتصابش، يلمها وياخدها للبحيري، البحيري لاليكس يانج، اليكس يانج يقف، طلعها تاني للجمال، الجمال بيحترق. برافو يا جمال، الخبرات ابتدت تشتغل في النادي الاهلي، الخبرات تشتغل في النادي الاهلي. وهذا تايم اوت تاني بيطلبه الكابتن وائل بدر للنادي الاهلي، معوض 12 بونت، فايز بنقطتين يعني كسبان الكوارتر ده بس فرق 14 بونت. اسيبكم نشوف المدربين هيقولوا ايه في التايم اوت دوت، ونرجع بعد التايم اوت. ايوه اضغط يا كابتن. بص بص، انا لو عملنا بس صبر صبر بس، كل باص خط باص جارد في جارد، لا بليز كلير سكرين، عشان كلير سكرين عايزين نتحرر هنا، مش عارفين نطلع من هنا. ايه اللي انا اقوله؟ اقول ايه؟ ايه ده يا كوتش؟ عادي يا كوتش، ما عادي يا كوتش، لسه بدري يا كوتش. حاضر يا كوتش، حاضر. هنطلع تاني، هنطلع تاني. فين بس اللي هنا؟ لو كان عالي قوي تعالى من تحت. خلاص؟ عايز قد نفس الجو. فين الواد؟ فين؟ يلا عمرو، يلا عمرو، اهم حاجه تفز عمرو، وقف يفكر ايه؟ كنت هايل يا بابا، هايل. يلا يلا. كفايه اعذار، كفايه اعذار. مرة تانية عودة للقاء، وفاضل دقيقة ونص على الربع الثالث. النادي الأهلي قدر يعوض ال 12 بونت اللي كان مهزوم بيهم، وتقدم بنقطتين كمان، يعني قدر يعمل فارق 14 بونت في الكوارتر ده بس في 8 دقايق ونص. النتيجة 61 59 لصالح النادي الأهلي. كورة لصالح نادي سبورتنج، أحمد عز الدين فريد لباسم الليثي، التربات بتتعمل. النادي الاهلي في الكوارتر ده بيلعب بحماس وبوحده ودافع بطريقه جيده، عشان كده قدر يعمل الكام باك دوت. طبعا الدفاع هو اهم حاجه في كره السله. مع الكوره مع ابراهيم حجازي، اشرف ربيع، اشرف ربيع بيمول وبيشوط، لكن ميسي، لكن بيتجدد الزمن، وفي خطا لصالح باسم الليثي ضد ابراهيم الجمال اعتقد. رميتين حرتين لصالح باسم الليثي، فاضل دقيقة وخمس ثواني على نهاية الربع الثالث. باسم الليثي سجل رمى الحرة الأولى، الليثي ويسجل الثانية ويعادل الأرقام 61 61. يلا يا رجالة ارجعوا، وادي تلاعب لإدارة الملعب كله. تيرن اوفر من أليكس يانج، بيعتذر، تبقى كرة لصالح نادي
سبورتنج من تحت سارة النادي الاهلي. وانا شايف دلوقتي عمرو زهران، عمرو علاء زهران رجع تاني رقم واحد، لعب فرق تحت 20 سنة في النادي الاهلي، كان بدأ الجيم وبدأ كويس قوي. احمد هشام دفع علي الجمال، وادي الليسي ثلاثية سيارة لماها البحيري، البحيري بيهدي ملعبه، سيف سمير، سيف سمير زهران فاضي على الثلاثية، هارد لك يلمها عز الدين فريد لباسم الليسي، 35 ثانية على نهاية الربع الثالث، عز الدين فريد، أحمد هشام، باسم الليسي، باسم الليسي وهو بيعدي من سيف، سيف بيرتكب خطأ، اعتقد ان الكره دي تحت مش مالهاش شوتنج، النادي الاهلي ما ارتكبش اربع اخطاء. يلا يا رجاله يلا يلا. صفرها تو شوتس، اوكي. شوت لي باسم الليسي. بيضيع رامي الحره الاولى. يلا يلا ريباوند ريباوند. باسم الليسي. سجل رامي الحرة الثانية، 24 ثانية على نهاية الربع الثالث. سبورتنج متقدم 62-61. الجمال. البحيري. طبعا هياخد هجمة كاملة. ضيع فيها الزمن. البحيري. أليكس يانج. الجمال. أليكس يانج. حجازي بيرتكب خطأ ضد أليكس يانج وفاضل 8 ثواني على نهاية الربع. رميتين حرتين لصالح أليكس يانج. أليكس يانج بيسجل رمى من الحرة الأولى يعادل النتيجة 62-62. الرمى الحرة الثانية أليكس يانج بيسجل تغيير. نازل يوسف رفعت. يوسف رفعت 8 ثواني 6 ثواني يوصلها لليسي، ثلاثيه من ليسي، ارض لاج بتخش وتخرج، والبحيري بيحاول يرميها، وينتهي الربع الثالث بتفوق النادي الاهلي 63-62. استراحه لمده دقيقتين ونعود مره اخرى لحضراتكم. هتروح هتاخد الميديوم بتاعك، اوكي؟ لو كان عامل دروب، لو كان عامل دروب. يلا بقى رجاله، يلا رجاله. يلا يلا ايدك 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 ايد
سبيد دريبل وقف بالكوره هنسلم الكوره للبوينت جارد ونشتغل. اتاخرنا ماشي روحنا متاخرين رايحين على فور اوت سكرين واحد اثنين ثلاثه ياخدوا السكرين لازم نخش السكرين واحد يلا يا جماعه مع بعض يلا يلا مرة تانية مع حضراتكم والربع الرابع من مباراة كرة السلة في دور قبل النهائي لبطولة الدوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي وسبورتنج. انتهى الربع الثالث بتقدم النادي الأهلي 63-62. وأعيد وأكرر تاني، النادي الأهلي حسم التأهل للمباراة النهائية، يعني المباراة اللي بتتلعب دلوقتي دي ملهاش أي أهمية، بيستغلها كابتن أشرف توفيق في تجهيز اللعيبه اللي راجعه من اصابه زي مودي الجرحي والجمال ومحمد مهيب، لان الفريق المرتبط النادي الاهلي كسب مباراتين والفريق الرجال كسب المباراه الاولى. احمد هشام، سليم تامر، والامام مهيب، بحيري، بحيري لسيف سمير، سيارة يا سيف، فاول على سيف بعد الكورة. يلا يلا سيف يلا سيف. تفضل نادي صالح نادي سبورتنج. في نفس الأثناء الدوري المرتبط للسيدات ومرحلة 16 سنة مرتبط للأنسات، النهائي بتاعه هيتلعب بكرة أول يوم بين فريق النادي الأهلي ونادي سبورتنج. المباراة الأولى بين النسات هيبقى الساعة 4، والمباراة الثانية للفريق الكبير هتبقى الساعة 8. المباراة الأولى هيتلعب يوم السبت ويوم الاثنين نهائي السيدات، ويوم الأحد ويوم الثلاث نهائي الرجال. وبفضل الله فرقة النادي الأهلي في البنات أو في السيدات وفي الرجال وصلوا للمباراة النهائية. كل التوفيق للكابتن علي هاشم مدير فني النادي الاهلي انسات وجهازه المعاون والبناته، وكل التوفيق للكابتن اشرف توفيق وجهاز المعاون ورجاله في المباراه النهائيه. عوده المباراه 63-62، باقي 9 دقائق و9 ثواني على نهايه المباراه. كان في اعتراض كده ان حاتم البحيري قطع الكوره ومهيب قطع الكوره وبيجري اتخطفت من ايده، فالمفروض الكوره للنادي الاهلي. ابراهيم حجازي ثلاثيه من ابراهيم حجازي وسياره، الشرطه طبعا مستعجل عشان كان خلاص زمن الهجمه ابتدى يخلص. البحيري اليكس يان، عمرو علاء زهران، مهيب، يا سلام على التهويش، برافو يا ولد، طلع اوت سايد البحيري، في فاول على نادي سبورتنج لحاتم البحيري وهو داخل. اوت سايد من تحت سالة سبورتنج، خش ده يرجع تاني ويطلع اشرف ربيع. مهيب، سيف سمير، سيف سمير، برافو زهران يا ولد، يا زهران يا ولد، يا علاء بن علاء زهران بيموه كويس قوي، بيخش يحطها. ده لعيب ناشئ تحت 20 سنه زي ما بفكركم، بدا الجيم وهو بيستمر بالتالق، برافو يالا، برافو يا ابني، اسف. وادي بيطلع تاني عمرو علاء زهران، برافو عليك، جود هاسل، روح قتالية، برافو، برافو عليك يا عم، برافو عليك. تامر الليسي، باسم الليسي، بخرشت فاول على عمرو علاء زهران، حماس شباب في الدفاع جامد، وسيف بيقول له هو اللي بيشد لورا، وكل روح رياضيه احمد هشام وبخبراته الكبيره بيقول له لا انت عملت كذا. طبعا احمد هشام لعيب خبره كبير، وده لاعب ناشئ، حاجه كويسه قوي من احمد هشام لاعب سبورتنج. احمد هشام سعيد، ابراهيم حجازي،
ابراهيم حجازي بيقف وبيصور ثنائيه ما بتجيش. سيف هو بيلم الكره. سيف باسم الليسي بيرتكب خطا ضده. سابق الثاني على باسم الليسي 65-62 صالح النادي الاهلي. البحيري المهيب للبحيري. البحيري حاتم البحيري لالكسيان مهيب احمد مهيب. احمد مهيب يقف ويشد ثلاثه. ما شاء الله يا مهيب ما شاء الله نسب عاليه جدا ربنا يحميك. راجع من اصابه ومع ذلك الماتش اللي فات حط نزله الكابتن اشرف ثلاث دقائق حط ثلاثه من اربعه ودي الثانيه من ثلاثه اهي ما شاء الله عليه. يرفع النتيجه ل 68-62. الكسندر يقطعها ويصوب ويسجل يرفع النتيجه ل 70-62. كابتن تايم اوت الكابتن وائل بدر بياخد تايم اوت اعتقد ده الثالث بتاعه بدر قوي. خلص تايم اوت في الشوط الثاني كده. اسيبكم ونشوف نسمع يقولوا ايه الاثنين المدربين. درار تو بلاير هي تو بلاير هي اسند على ده بريدج هي بوم 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 او بنت اليكس اليكس كام شوت لازم نقرا كويس مهيب في الكوره دي ها مهم سيم سيم بوم زي ويل هارد هيدج اجينست مهيب ليفر شوت ليد رول يو ار كام اوكي عوده مره ثانيه للمباراه والربع الرابع فاضل 7 دقائق 26 ثانيه. النادي الاهلي متقدم 70-62 عوض خساره 12 بونت وطلع 8 بونت يعني عوض 20 نقطه لغايه دلوقتي بدايه الشوط الاول الربع الثالث. احمد هشام خرشت عز الدين فريد ابراهيم حجازي لخرشت يقطع منه الكسياند احمد علاء زهران بيعمل اسيست رائع لاحمد مهيب وهو طالع ابراهيم حجازي بيعمل فول اتندنج ويبقى الكوره باسكت للنادي الاهلي 72-62. احمد هشام عز الدين فريد عز الدين فريد بيغير اتجاهاته خرشت لحجازي تاني مره اليكس يانج بيقطعها بس المرة دي باص وحش يا أليكس. أحمد هشام لعز الدين فريد ثلاثية بيشوط ما يجيبهاش يلمها سيف ليان يان يان زهران زهران لحاتم البحيري بيعدوا اللعب استهلكوا الهجمة كلها. سيف سمير عمرو علاء زهران ثلاثية هارد لاك ما تجيش بيشجعوا زمايله الكبار مودي الجرح والجمال. روح عاليه جدا من اللعيبه الكبيره مع الشباب الصغيرين في النادي الاهلي انا شايفها لان انا موجود معاهم في الملعب وموجود معاهم في التدريبات. يعني روح هي دي روح النادي الاهلي اللعيبه الكبيره محتضنه اللعيبه الصغيره وبتشجعهم. 6 دقائق و8 ثواني على نهايه المباراه 72-62. ادي الكرة اللي شاطها احمد مهيب. يا سلام يا ولد يا سلام يا سلام عمل دبلاية وتوقف وتصويب نموذجي نموذجي. اليكس يانج نرجع للماتش. اليكس يانج
لاحمد مهيب. مهيب ويقف ويشوط بثلاثه تاني. يا ولد يا ولد يا ولد يا خساره ما كانتش موجوده على الشاشه. برضو مهيب بيسجل الرميه الحره الثلاثيه الرابعه ليه في المباراه. برافو يا مهيب، بيرفع السكور ل 75 62. احمد هشام، احمد هشام بيخترق. سلام على خبراتك يا احمد هشام، يا سلام. ولا شاب لسه في 22 سنه ما شاء الله يا احمد هشام بيخترق. ويقول لي انا ما بصورش بس انا بخترق كمان. 75 64. اليكس يانج دفع عليه محمد الليسي، بيقف سيارة يانج بيشوط بثلاثة سيارة ما تلمس الحلقة، وتبقى اوت سايد لصالح النادي سبورتنج. عز الدين فريد، هشام بيقف ويشوط بثلاثة سيارة لما سيف من خرشد ويطلعها لأي حاجة. الاتنين جريوا بعيد عنها، تطلع اوت سايد عز الدين فريد يطلعها. وادي الكابتن اشرف بيريح اليكس يانج في اخر خمس دقائق. 75 74. طبعا لمس لاعب سبورتنج هو عز الدين فريد، صح الحكم، برافو عليك. بحيري احمد حمدي اللي نزل ملك اليكس يانج. البحيري بيغير اتجاهات، برافو يا بحيري يا راجل، حط بقى الباسكت، عملت كل حاجه. زهران في احتجاج، بيقول انها لمست ابن عمرو علاء زهران لكن هي ما لمستوش فعلا. انا شايفها، انا شايفها كويس. المفروض اصلا صاحب النادي الاهلي هو اتخض الكابتن فتيحه. بص بص ببصاها الكره مردوده اهيت، هو بيقول مردوده من احمد حمدي. ماشي يلا نترك التعليق لحضراتكم. كابتن اشرف متعصب، يا كابتن اشرف اهدى شويه، الماتش مش فارق. يوسف رفعت اللي نزل، عبد الرحمن خالد، عز الدين فريد، الدفع عليه البحيري، عز الدين فريد بيخش فاول بيحسبه الكابتن اسلام على رقم واحد عمرو علاء زهران. اوت سايد من الحد الجانبي، وبقى اربع دقايق ونص تشوف كده. ايوه مايل بجسمك يا عمرو، برافو برافو الحكم. ده بيطلع بيلاقي تحيه زمايله كلهم عمرو زهران. لو شايفين المنظر اللي انا شايفه، البنج كله قام بيستقبل عمرو علاء زهران. برافو يا عمرو، بينزل مكان ابو النصر. وادي يوسف رفعت برضه شاب صغير جميل من نادي سبورتنج بتاعت 20 سنه. زي ما قلنا على عمرو علاء زهران بنقول على الولد الجميل دوت يوسف رفعت رقم 7 موهبة. بحيري، مهيب، مهيب قطع، لا حاتم خدها، بيوصل حاتم بيحط اسيست كويس سيف لكن تيجي في رجل لعيب من لعيب سبورتنج، تطلع اوت سايد. 6 ثواني على الهجمة. 75 66 صالح النادي الاهلي. اهو شوف، بص بص عمرو زهران وهو طالع، كل البنج وقف له، الكابتن سيد والولاد كلهم وصحابه وزمايله. روح 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 جامده جدا من النادي. ادي حمدي وهو طالع، احمد حمدي بياخد خطا من نمره 4 عبد الرحمن خالد، استوجب رميتين حرتين. 4 دقايق بالظبط على نهايه المباراه، رميتين حرتين لاحمد حمدي. بيسجل رمي الحره الاولى كويس يا احمد. رمي الحره الثانيه بيسجلها، يرفع الفارق ل 11 نقطه والمتبقي 4 دقايق على نهايه المباراه. يوسف رفعت لكن بيقطع منه حاتم البحيري، وبقله خبره كده يوسف رفعت يعمل خطا ان سبورتسمان لايك او خطا متعمد على احمد حمدي، بيحصل على احمد مهيب، اسف على احمد حمدي.
ابص البحرين زقها وهو طالع عاق اللاعب عن التقدم، فده بيعتبر خطا سلوك غير رياضي. اقصى عقوبه في كره السله رميتين ويرجع الحارس تاني للنادي الاهلي. حمدي، رابع حمدي، 3 من 3 لغايه دلوقتي ورا بعض في الفاول شوتينج. حمدي، برافو يا حمدي. احمد حمدي يحط 4 من 4 نسبة 100% ورا بعض يوم كده اهوت. 79-66 لصالح النادي الاهلي. المقاتل ابو النصر لحمدي، للبحيري، للمولود مهيب. ابو النصر، البحيري، 6 ثواني، 6 ثواني، خلاص خلاص خلاص. لا لا، غير محسوبة، غير محسوبة. صح 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 صح. انا شايف الساعة، الساعة بقت صفر قبل ما يطلع يشوط. هم اخروا الباصة ثانية تقريبا. صح، جود كول يا كابتن، جود كول يا كابتن. مش شباب من هنا عشان الساعة مش باينة. يوسف رفعت، يوسف رفعت، عز الدين فريد، عز الدين فريد يحطها حلو قوي الخرشد لكن ما بيجيش. تطلع لمحمد صلاح، لمحمد الليسي، يوسف رفعت يشوطها 3 بوينت ما بيسجلهاش. محمد الليسي ترجع في الاخر لمهيب الموهوب. مهيب، حاتم البحيري. النادي الاهلي بيحاول يستهلك الوقت زي ما بتقول، الماتش مش فارق لكن طبعا هو عايز يستهلك الوقت عشان يبقى خلص النتيجه الايجابيه دي. وادي حمدي بيخش لكن محمد صلاح بيقف كويس، ديفنس كويس. عز الدين فريد، عز الدين فريد خطا على احمد مهيب. ادي كابتن اسلام بيقول على احمد مهيب ويقول ان الكره اوت سايد. حاتم البحيري بيطلب التغيير وكابتن ناشف هو بيسخن عبد الرحمن حسام تحت 20 سنه. جودي حسام زي ما بتقول له. رفعت خطا على محمد ابو النصر. جودي حسام صانع العاب فرقه تحت 20 سنه، كابتن اشرف بيثق فيه وبيديله اخر 3 دقائق او اخر 42 ثانيه في المباراه. حاتم البحيري الاداء بدايه الشوط الثالث كان احسن بكتير من الشوط الاولاني والثاني. يا حاتم كل ما هتبذل جهد، كل ما تخش في الجيم، كل ما هيبقى مستواك اعلى واعلى واعلى. يوسف رفع بيتجلي للحره الاولى، رامي الحره الاولى وبيجيب الثانيه. احمد حمدي، بودي حسام، بودي حسام، احمد حمدي، محمد ابو النصر، مهيب بيهوش لبودي حسام، لاحمد حمدي، لمهيب، بيستهلكوا ال 24 ثانية. خلاص احنا مش عايزين حاجة من الجيم غير ان احنا نخلصه. شوت سيف بيطلع لكن بيتعمل له بلوك وخطا ال 24 ثانية. فاضل دقيقتين و15 ثانية على نهاية المباراة والنادي الأهلي متقدم 79-67. عز، عز الدين فريد اسيست حلو ورائع لخوشت لكن ما بيسجلش. ترجع لمحمد صلاح، يوسف رفعت، يوسف رفعت يقف وبيشوت. برافو يا يوسف، هاي سجل نقطتين يبقى الفرق 10 نقاط دلوقتي. دقيقة 40 ثانية. أحمد حسام، بودي حسام، أحمد حمدي، أحمد حمدي بيقف ماليش حد واقف في الشوط ساعتها بونت يرجول يدخلها. بودي حسام، برافو يا بودي حسام، برافو يا بودي حسام. متعة الكورة وكل الفرقة بتشجعه. دخلها السيف سمير اللي بيسجل ساحقة من اسيست رائع من بودي حسام. برافو يا بودي، برافو يا سيف. دقيقة ونص على نهاية المباراة. عز الدين فريد 81-69. يوسف رفعت بيخترق وهو داخل بياخد في خطا من يوسف سمير. رميتين حرتين ليوسف رفعت زي ما قلت لبودي حسام هنا تحت 20 سنه، برافو عليك. اقول هنا كمان ليوسف رفعت برافو عليك. كل ما لعبنا كده
يتم الدفع بدماء جديد فيها، الواحد بيفرح ان احنا نشوف نجوم شابه كده ان شاء الله يبقى ليهم مستقبل واعد وزاهر في مجال كره السله. يوسف رفعت، ركز يا يوسف، يضيع الرميه الحره الاولى. يوسف ويسجل الرميه الحره الثانيه، برافو عليك. اخر دقيقه 17 ثانيه في المباراه، فرق 11 نقطة للنادي الاهلي. وادي فاصل مهاري من بودي حسام، تخبط الكره في رجله وتطلع اوت سايد. معلش يا بودي. وادي عبد الله ناصر هيغير سيف سمير، دفع بالشباب، دفع بالشباب. عز الدين فريد، عز الدين فريد، تطلع محمد صلاح ثلاثيه سياره يلمها حمدي لبودي حسام. بودي حسام 50 ثانيه على النهايه، 81-70. عبد الله ناصر، مهيب، محمد الليسي ارتكب خطا ضده. نادي ده الفاول الخامس، يبقى في رميتين حرتين لصالح احمد مهيب. 48 ثانيه على نهايه المباراه، احمد مهيب. رمي الحره الاولى سجل احمد، برافو عليك. الرمي الحره الثانيه، احمد مهيب سجل. 83-70، 48 ثانيه على نهايه المباراه. يوسف رفعت، يوسف رفعت، عز الدين فريد ثلاثيه، تخبط في البورد من ورا، يبقى اوت سايد على نادي سبورتنج. 34 ثانيه على نهايه المباراه، 83. لازم تدخلوا الكره يا جماعه، عاده جديده في كره السله المصريه، مش عارف ايه ده، الناس بتوقف اللعب بدري قوي، مش عايزين يلعبوا. فضل 34 ثانيه، الفريدين اكتفوا، يعني دي فيها هجمتين. هكذا ينتهي المباراه في الدور قبل النصف، قبل النهائي للدور المرتبط بفوز النادي الاهلي 83-70. وبذلك يتأهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه ضد نادي الاتحاد يوم الاحد ويوم الثلاثاء القادمين ان شاء الله. ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بهذه المباراه، واترككم في رعايه الله وامنه، والى الكابتن هيثم السعيد والاستوديو التحليلي والضيوف الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.